وبشأن ملف المغيبين والمفقودين والمخفيين قسريا في العراق، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بكم. لعل قضية الاختفاء القسري في العراق ليست بجديدة، هي ظاهرة، هي جرائم مستمرة منذ عام 2003 وحتى الآن، ولا زالت لا يعلم مصير أكثر من نصف مليون مخفي قسريا بحسب التقارير الدولية. يا ترى كيف ينظر المجتمع الدولي والمجتمع الدولي الحقوقي على وجه الخصوص لقضية الإخفاء القسري للعراقيين داخل بلدهم؟ السلام عليكم وتحياتي للجميع. عليكم السلام. حقيقة الأمر هذا هو من زمان، يعني من فترة طويلة نقدر نقول عنها، من استلام بعد تسليم الأمريكان الملف الأمني بالحقيقة للإيرانيين وليست للعراقيين، فبدأ الاختفاء القسري في هذه المجال. وهو الاختفاء القسري ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الاختفاء القسري من قبل الحكومة حينما تعتقل بعض المواطنين لسبب احترازي، والاختفاء الثاني هو الميليشيات تعتقل الناس أيضا للابتزاز من أهاليهم، والاعتقال الثالث هو أجهزة الأمن الداخلية أيضا تعتقل الناس. وهذه المشاكل هي مترابطة مع بعضها بانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق. بداية أنه كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في كل العالم تابعت هذه الأمور وناشدت الحكومة العراقية بالملف الأمني بخصوص المفقودين والمعتقلين في العراق. ولكن هنالك أمر غريب، أنه الحكومة العراقية لحد الآن لا تسمح لمنظمات المجتمع الدولي من زيارة السجون والتطلع على أحوال السجون، وحتى أسماء السجناء الموجودين ليس لنا علم بها، لكن هنالك تقارير من أهالي وضحايا الناس الموجودين في هذه المعتقلات، يعني في مناطق كثيرة وعدة من العراق ومن ضمنها في المنطقة الغربية هي في العراق، تتعرض لهذه الانتهاكات الحقوقية في هذه المنطقة. والحكومة العراقية لحد الآن لا تسمح حتى للمنظمات المعترف بها دوليا مثل الأمنيستي انترناشنال ومنظمات أخرى تطالب بزيارة السجون وزيارة السجناء، ولكن يلاحظون في هذه المواقف عرقلات من قبل الحكومة لأسباب عدة، لأنه المناطق المعتقلين فيها هي مناطق متباعدة ومناطق يعني بعيدة عن المناطق السكنية وبعيدة من جنوب العراق إلى شمال العراق، وهنالك سجون أيضا موجودة في العراق لحد الآن غير مصرحة دوليا ولا يعرف عنها أي شيء في هذه المعتقلات. طيب أستاذ ضياء، يعني بلا شك بأن دور الحكومة من المفترض أن يكون دور يحمي المواطنين بشكل عام في أي دولة من الدول، ولكن في العراق الحالة مستثنات، ربما يغيب الدور الحكومي في حماية المواطنين من بطش الميليشيات. إلى أي مدى ترى أن هناك ربما تعاونا وإن كان خفيا، ربما خفيا أو ظاهريا، ما بين الحكومة وما بين الميليشيات في استمرار الانتهاكات واستمرار عملية التغييب القسري؟ الحكومة العراقية ليس لها سيطرة على الميليشيات، الميليشيات هي جزء من الأحزاب السياسية المتحكمة في العراق، وهذه الأحزاب السياسية الموجودة في العراق هي من تمشي السياسة في العراق. هنالك مشاكل كبيرة حتى في داخل الحكومة وفي داخل البرلمان، حينما تعرض القضايا على البرلمان أو برلمانيين يريدون أن يبحثون عن ملف أمني حقوقي انتهاك لحقوق الإنسان في العراق، لا يجدون وسيلة للدخول إلى هذه المؤسسات السجون
في العراق، ولكن هنالك يعني دولة داخل دولة، الدولة العراقية ودولة الميليشيات، والميليشيات هم يصرحون يقولون احنا اقوى من الدولة. يعني وبناء على ذلك يا ترى هل بامكان لجنة الصليب الأحمر الدولية ان تأخذ على عاتقها تقديم المساعدة لذوي المخفيين قسريا؟ هنالك محاولات عدة حتى من المنظمة العربية لحقوق الإنسان اللي هي مقرها في القاهرة، حاولنا عدة مرات بإبعاث رسائل لزيارة السجون والبحث عن المساجين، لأن نحن عندنا العفو بإمكانك أن تشرب الماء. بإمكانك أن تشرب الماء. شكرا. تفضل. شكرا. هنالك عرقلات من قبل الحكومة لأسباب أمنية حسب ما يدعون، وهذه الأسباب الأمنية متعلقة بالميليشيات. يعني إذا أريد نزور سجون في العراق، إذا كان في جنوب العراق أو في شمال العراق، ونحن نعلم هذه الميليشيات هي التي تسيطر على الموقف الأمني في العراق، إذن هم لا يضمنون حياة الموجودين الذين يشرفون على هذه. وحتى الأمم المتحدة عندها مشاكل ليست هو الصليب. هل هذا يعني أنه لا جدوى من وجهة نظرك أن لا جدوى؟ لا، هو موجودة الجدوى، موجودة الجدوى بعد الملحة على الحكومة العراقية، لأنه هنالك حسب ما تدعي الحكومة العراقية السلاح المنفلت. هو السلاح المنفلت المقصود فيها الميليشيات وأتباع الميليشيات، يعني هنالك عصابات أيضا مأجورة من قبل الأحزاب السياسية، وهذه الأحزاب الميليشيات المأجورة هذه ممكن، لأن هذا واجب الوزارة الداخلية العراقية أن تسيطر على هذه المجاميع. المجاميع السلاح المنفلت هو عند العراقيين، ووزارة الداخلية تعلم بهذا الشيء، وإحنا نعرف جيدا ونعلم جيدا حينما تقوم هذه الميليشيات باختيار أي شخص، إن كان صحفي وإن كان حقوقي وإن كان مواطن عادي يطالب بحقه، لربما ان يقتل او يحذف من 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 الوجود، وهذا ما يحصل، او يهددون عائلته ويهددون كثير من المسائل اللي حست هنا. حتى عندنا صديق صحفي موجود في النمسا، زار العراق، اذا موصل هو مصلاوي، واختفى عن الوجود لحد الان لا نعلم عنه شيئا. نخاطب الاجهزه الامنيه، نعم. يقولون سفرنا من هذا المكان الى مكان اخر ومن هذا المكان الى مكان اخر، وبالحقيقه لحد الان حتى المحامين لا يمكن اتصال فيه بصيغه مباشره، ويتحدثون عن سبب الاجرام وسبب المشكله التي حدثت. هذه تحدث مع صحفي، كيف اذا تروح مؤسسه مدنيه وتبحث عن قضايا السجون؟ نعم. وما يحدث بالسجون، كيف يروهم هذه، وكيف يطمئنون على حقيقة الأشخاص الموجودين الذين يتسلطون على هذه المسائل وهم مبتزين؟ يعني ابتزاز واضح، يعني أنا لا أرد أتطرق كيف الابتزاز من المواطنين، يعاملوهم بمعاملة مقايضة. شكرا جزيلا أستاذ ضياء الشمري، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا.